نحن في قضية الهوية والعولمة ليس أمامنا مصطلحات واضحة، لذلك نحاول أن ولن أتبنى واحدا دون آخر، إنما أحاول أن أعدد بعض المعالم الأساسية التي ذكرها عدد كبير ممن تناول الموضوع وتوقف عندها واعتبرها جزءا من المصطلح. مثلا في قضية الهوية نجد هوية الشيء هي ثوابته التي تتجدد ولا تتغير، تتجلى وتفصح عن ذاتها دون أن تخلي مكانها لنقيضها طالما بقيت الذات على قيد الحياة. فهمتم شيء؟ ولا أنا، فأعيدها مرة أخرى. هوية الشيء هي ثوابته التي تتجدد ولا تتغير. تتجدد معنى ذلك هي تحافظ على أصلها ولكن تجد عوامل جديدة فتتلائم معها دون أن تفقد أصلها، دون أن تفقد المعالم الأساسية التي تجعل الإنسان يقول هذه هي لم تتغير. إذن تتجدد ولا تتغير، تتجلى للناس ولا تفصح وتفصح عن ذاتها دون أن تخلي مكانها لنقيضها. لا يمكن واحد هويته أن يكون يقول يعني يقول مثلا أنا سوري وفجأة يصبح مصري. ليس في الأمر مشكلة، السوري جيد والمصري جيد، قضية ليست قضية صراع، إنما قضية أن لهذا ميزات معينة ولهذا ميزات معينة. داخل سوريا يمكن أن أقول أنا سوري شامي، السوريون يقولون عن الشامي الدمشقي، وأنا سوري حلبي، أيضا ليست هناك مشكلة. إذن يمكن الإنسان أن يحمل أكثر من هوية في وقت واحد دون أن يكون هناك تداخل وصراع بينها. عندما نصنع هذا الصراع تحدث المشكلة، إذا لم نصنع الصراع لا تحدث مشكلة. العولمة صنعت هذا الصراع، أوجدت هذا الصراع، فأصبحنا نواجه مشكلة بدلا أن نكون قادرين على التعايش بين هويات متعددة. وأن يحمل الشخص الواحد أكثر من هوية في وقت واحد، فأنا أنتمي إلى دمشق، أنتمي بالمناسبة الولادة في عكا لكن أصل الأسرة من دمشق، لذلك يعني أقول أنتمي إلى دمشق، أنتمي أيضا إلى عكا، أنتمي إلى فلسطين، أنتمي إلى بلاد الشام، أنتمي إلى المنطقة العربية، إلى الدين الإسلامي، إلى الثقافة الإنسانية أيضا. لا يتعارض شيء مع شيء آخر. فخصوصيات الهوية ليس معناها بأنها تقف بشكل متميز بمعنى يعارض خصوصيات هوية أخرى، يمكن أن يتكامل معها ولو اختلفت هذه الخصوصيات بين طرفين. إذا عندنا هذا التعريف، أحد الأساتذة محمد عمارة هو الذي يقول هوية الشيء هي ثوابته التي تتجدد ولا تتغير، تتجلى وتفصح عن ذاتها دون أن تخلي مكانها لنقيضها طالما بقيت الذات على قيد الحياة. يعني من يحمل هذه الهوية الذات على قيد الحياة. نجد شخص آخر يقول إن هوية أي أمة هي صفاتها التي تميزها من باقي الأمم لتعبر عن شخصيتها الحضارية. هناك من يقول الهوية دائما جماع ثلاثة عناصر: العقيدة التي توفر رؤية للوجود، واللسان الذي يجري التعبير به، والتراث الثقافي الطويل المدى. لو أردت الاسترسال بهذه الأمثلة على التعريف الهوية لوجدنا الكثير الحقيقة. يجب أن نستخلص منها شيئا. قبل ذلك الحقيقة أريد أن أشير إلى أمر مهم جدا. لما أذكر الأستاذ محمد عمارة، الواقع الأستاذ محمد عمارة عملاق في المجالات التي يكتب فيها. طيب يا أخي، في عملاق آخر أيضا يكتب ويختلفان، ماذا أصنع؟ أقول ماذا أصنع لو كنت شابا، لم أعد من الشباب. أقول نحن أمام الواقع أمر مهم جدا، أن الشباب في هذا الجيل لم يعد كالشباب قبل جيل أو جيلين، يتلقى من هذا الأستاذ فيصبح عمليا مجموعة تتبع هذا الأستاذ وقد تدخل في صراع مع المجموعة الأخرى لأستاذ آخر. أصبحنا الواقع نعاصر جيلا قادرا على السماع من الجميع، الموازنة،
اختيار ما يراه هو أفضل، والتعايش مع الآخرين أحيانا يكون الأساتذة على خلاف، والجيل الشباب يتعاونون مع بعضهم بعضا. هذه ميزة كبرى في التعامل مع العولمة والتعامل مع الهوية في قادم الأيام بشكل أفضل مما تعاملنا به في العقود الماضية على الأقل، التي ظهرت فيها العولمة بشكل قوي. أكثر من تعرف الهوية خلال العقود الثلاثة الماضية كان يركز على ثلاثة أمور. معظم من كتب كان يتحدث أولا عن محورية العنصر الثقافي. العنصر الثقافي يمكن أن يكون ديني، يمكن أن يكون حضاري، يمكن أن يكون قومي، يمكن أن يكون أي شيء آخر. المهم هناك عنصر ثقافي يميز هويتي تجاه الآخرين، هذا أول عنصر. العنصر الثاني هو العنصر المكاني، لذلك معظم النصوص الأمثلة التي ذكرت أو يمكن أن أذكر أيضا تتجه إلى تحديد إما الوطن أو الدولة أو الأمة أو الشعب. المهم أن هناك جهة معينة التي تتميز بها، ممكن حتى نتمادى أكثر ونقول القبيلة، الإقليم إلى آخره، اللي يتميز بثقافة معينة أو بالأحرى بهوية معينة. ثم هناك أمر قد لا نراه عند الكثيرين من الذين تحدثوا في موضوع الهوية ولكنه مهم جدا، أن وجود خصائص معينة لهوية معينة لا يعني عدم وجود قواسم مشتركة مع أصحاب هوية أخرى يمكن أن يكون هناك لقاء بين الطرفين. نحن أمام الواقع أمرين متعارضين، الهوية والعولمة. لما التعارض؟ التعارض بكل بساطة لأن عندما نتحدث عن هوية نتحدث عن هذه الحدود، ثقافة معينة، مكان معين، خصائص معينة، بينما العولمة هي الظاهرة عابرة للقارات، عابرة للقارات، عابرة للحدود، وأيضا متجاوزة للثقافات والخصائص الذاتية في المكان معين. أيضا هذا ما يمكن استخلاصه من عشرات النصوص التي تحاول تعريف العولمة. إنما مما يلفت النظر أيضا في قضية تعريف العولمة أن معظم من عرفها كان يعرفها من جانب الهجوم عليها وليس من جانب تشخيصها بمعنى الكلمة. لذلك نجد من يتحدث عن العولمة الجانب الاقتصادي، الجانب الثقافي، لكن التركيز عند مهاجمة العولمة أو الهجوم على العولمة يكون على الجانب الثقافي، أنها تحاول أن تقضي على ثقافتنا. بعض من تحدث عن العولمة كان يحاول أن يربطها بنهاية الحرب الباردة، يقول ظهرت ظاهرة العولمة مع نهاية الحرب الباردة. فإذا ذكرنا سألناه ما هي مظاهر هذه العولمة التي تتحدث عنها، يقول مثلا من مظاهرها هوليوود، إنتاج هوليوود الذي يغزو العالم. يقول مظاهرها مثلا إنتاج كوكاكولا والمشروبات اللي يعني تحذو حذو كوكاكولا، أو الوجبات السريعة في المطاعم ماكدونالد وسواها. ويقول أيضا مثلا من الأشياء الأخرى، يعني هذا في مضمار الثقافة هوليوود، الكوكاكولا في مجال العادات، ثم الشركات المتعددة الجنسيات في مجال الاقتصاد. طيب الكوكاكولا ظهرت قبل أكثر من 100 سنة، وهوليوود تشتغل على نشر ثقافاتها أو ما يسمى ثقافات أيضا قبل أكثر من 100 سنة، كيف إذن بدأت العولمة قبل 30 سنة أو 40 سنة أو 50 سنة، يعني بعد نهاية الحرب الباردة أو عندما شارفت على النهاية؟ الواقع ليس هذا صحيحا بكل بساطة. العولمة هي ظاهرة موجودة منذ وجدت البشرية، كان هناك بعض مظاهر لهذه العولمة التي هي فيها تجاوز الحدود وتجاوز الخصوصيات منذ العصر الروماني، العصر الإغريقي، أيضا في العصر الإسلامي كان هذا شيئا موجودا، ثم فيما بعد في العصر الاستعماري وفي عصر النهضة الحديثة الأوروبية التي ما زلنا نعيش في إطارها. إنما إذن هناك شيء آخر طرأ على هذه العولمة في الفترة الأخيرة فجعل الأنظار تركز عليها وجعل المخاوف تكبر في مواجهتها. الأمر الأساسي الذي يمكن من ناحية العولمة أن يكون قد طرأ هو الوسائل التي تستخدمها. فقبل 30-40 سنة
الواقع خطط يعني خلال 30-40 سنة الماضية، خطط تقنيات التواصل بين البشر خطوات هائلة، خطط استخدمت طبعا الشبكة العنكبوتية، هناك وسائل الاتصال كما نعلم بالنسبة إلى الهواتف المحمولة، يعني كل شيء الواقع حولنا أصبحت خطوات التطور أسرع مما كان في الماضي بعشرات الأضعاف، ليس يعني من خلال عدد السنين نفسها. في قبل أيام كانوا يحتفلون بمرور 90 سنة على ظهور إذاعة في ألمانيا، بين الإذاعة والتلفزيون كان حوالي 30-40 سنة، ولكن بين الشبكة بجيلها الأول وجيلها الثاني وجيلها الثالث كان بضع سنوات. بين انهيار ما يسمى الأسطوانة الكبيرة تعرفونها والأسطوانة الصغيرة، ثم ظهور هذه الأصابع الصغيرة ما أدري إيش اسمها، التي لا تحتمل الواقع، يعني الفلاش الذي لا يحتمل، يعني يوضع في الشيب الصغيرة وتحمل فيه ألوف المعلومات، ملايين الأجزاء من المعلومات، الواقع كان بضع سنوات فقط. إذا هناك تسارع كبير في التطور خدم العولمة، فأصبحت تحاول أن تحقيق أهدافها بسرعة أكبر وبفاعلية أكبر، فشعر الناس أنها موجودة، ولكنها كانت الواقع منذ القدم تفعل فعلها دون أن تصبح بهذا الشكل. هلأ إيش أصنع أنا؟ هلأ هذه الأوراق، أنا بدون أوراق ما بقدر أتكلم من زمن بعيد، وعطيت أحد الإخوة يطبع هذه الأوراق فطبعها. يخيل إلي إما أني أنا غير منتبه أو أنه صف الأوراق شوي متداخلة في بعضها. فلو الآن انتقلت من موضوع لموضوع لا تتفاجئوا، على الأقل بحاول صحيكم. هي أول محاولة. إذن أول شيء يمكن أن نقول بأن هذه العولمة هي ظاهرة تاريخية دائمة الوجود، تطورت الوسائل التي تخدمها فأصبحت تحقق أهدافها بسرعة أكبر بفعالية أكبر، فأصبحنا نشعر بوجودها ونشعر بخطرها على الخصوصيات الثقافية التي ننتمي إليها. وهذا لا يسري فقط على خصوصياتنا الثقافية فقط، وإنما يسري في كل مكان من الأمكنة. حقيقة جزء من العولمة ومعركتها مع الخصوصيات المحلية الحضارية والثقافية وسواها هو ما نشهده في هذه الأيام من صراع كبير بين أصحاب الأموال، وكيف يحاولون فرض إرادتهم عبر العالم في كل مكان من الأمكنة، وبين السياسات الحاكمة، يعني الأنظمة الحاكمة الديمقراطية في الغرب، وهي تحاول أن تمرر بعض القوانين من أجل رقابة أفضل على البنوك الكبيرة، على المصارف المالية الكبيرة، كي لا تفلت من يديها الأمور أكثر مما ينبغي. فالصراع الواقع الآن قائم على كل مستوى من المستويات وليس على مستوى واحد، ولكن قد يهمنا في الدرجة الأولى هي الجانب الثقافي، لأن معظم من الحقيقة هاجم العولمة أو واجه العولمة في بلادنا خلال 30-40 سنة الماضية ركز على هذا الجانب، وكان هناك شدة في المواجهة توازي الواقع الشدة في خطر العولمة. عندما نسمع مثلا العولمة هي الاستعمار بثوب جديد كما يقول دكتور سعد البازعي، العولمة هي نفي الآخر وإحلال الاختراق الثقافي والهيمنة وفرض نمط واحد للاستهلاك والسلوك، وهذا عند محمد عابد الجابري. العولمة أو الأمركة في نظره هي غزو ثقافي اجتماعي اقتصادي سياسي يستهدف الدين والقيم والفضائل والهوية، من أسعد السحمراني. دكتور محمد سمير المنير كتب كتابا في ذلك العولمة وعالم بلا هوية، ويقول فيه إن الغرب يريد فرض نموذجه على العالم، فالعولمة عنده هي الانتشار الغربي، فرض نموذجه وثقافته وسلوكياته وقيمه وأنماطه واستهلاكه على الآخرين. هذا أيضا ما يعبر عنه دكتور محمد عمارة في مخاطر كتابه أيضا مخاطر العولمة على الهوية الثقافية. نلاحظ الواقع عند الجميع أن التركيز على الجانب الثقافي، تركيز على الجانب الثقافي الذي يخشى عليه، إنما حقيقة العولمة أنها أول ما ارتكزت على القوة المالية وليس على الجانب الثقافي. ارتكزت على القوة المالية واستطاعت من خلالها
أن تصنع الخطر الثقافي الذي نحن نشاهده. فمن أراد أن يواجه العولمة لا يستطيع أن يواجهها ثقافة مقابل ثقافة فقط، إنما لابد أن يواجهها بشكل آخر، يعني أن يكون في حسابه، أن يكون في يد بين يديه القوة الكافية من أجل مواجهة أسباب القوة التي تمتلكها القوى. ما هي العولمة؟ يعني الآن عندما أردت أن أقول أن تمتلكها العولمة، طيب العولمة ليست شخصا، ليست إنسانا معينا نقول أنت تمتلك الآن وسائل القوة وأريد أن أواجهك، هي الظاهرة. حتى الشركات عابرة القارات، أنتم تعلمون مثلا بتكون شركة ضخمة جدا، فإذ فجأة مدير هذه الشركة يقال ويوضع سواه. نعلم مثلا عندما انهار ليمان، هذا ليمان براذر، ما هيك ليمان براذر، البنك الكبير أو المصرف المالي الكبير، وسبب أزمة مالية على امتداد العالم. طيب انهار المصرف ويأتي غيره. إذا هناك شيء في العولمة غير ملموس. طيب هل الثقافة أيضا شيء ملموس؟ أيضا لا نستطيع أن نقول إن ثقافتنا الإسلامية يمتلكها فلان أو فلان فإذا واجهته انتهى الأمر. إذا هناك ظواهر، ظاهرة العولمة وظواهر، ليست ظاهرة واحدة، الخصوصيات الثقافية المحلية في مختلف أنحاء الدنيا وليس فقط في إطارنا فقط، هي التي تتشابك أو تتواجه عالميا، وهي التي ينبغي أن نتعلم الآن كأفراد أو كجمعيات أو كتجمعات وطنية كيف نتعامل معها، كيف نتعامل مع الظواهر. نحن إلى حد كبير نعلم مثلا من أيام قضية فلسطين وغزة انتشرت الواقع مسألة مقاطعة شركة كوكاكولا، مقاطعة ماكدونالد. لما؟ لأنها هي رمز من رموز المساعدة التي تقدم على حساب إخواننا في غزة، كان هذا التعليل العام. إن من الناحية الواقعية أنت لم تحارب، هذا إذا فرضنا أن هذه الحرب صحيحة أو غير صحيحة، ليس هو موضوع الحديث اليوم، أنت لم تحارب الظاهرة التي تمثلها كوكاكولا، لم تحارب الظاهرة التي تمثلها الوجبات السريعة التي غيرت أنماط طريقة عمل الناس. أصبح الناس قادرين على أن يعملوا فترة معينة ثم يخرجوا من العمل، يأكلون نصف ساعة ثم يعودون إلى العمل فيزيد إنتاجهم، وتغيرت أنماط الحياة داخل البيوت، لأنه عندما تتغير طريقة تناول الطعام في بهذه الطريقة تتغير أيضا العلاقات داخل الأسرة. بالتالي هناك ظاهرة معينة أمام نعيشها وهي ظاهرة العولمة، ومقابل ذلك لدينا ظاهرة الخصوصيات الثقافية يجب أن نتعامل معها أيضا كظاهرة وليس كمهاجمة فلان من الشيوخ لأنه متزمت، أو مهاجمة فلان من العلماء لأنه من علماء السلاطين، أو مهاجمة، إنما طريقة على سبيل الإسلام من جانب الثقافة الإسلامية. لابد الواقع أن نتعامل مع الثقافة الإسلامية كظاهرة. الآن بدأت الظاهرة الإسلامية تنتشر بين الشباب، ماذا نصنع على هذا المستوى؟ الآن بدأت هذه الظاهرة الإسلامية تثير الخوف في الخارج، وأصبح لدينا ما يسمى باللغات الأجنبية إسلاموفوبيا. إذا عندنا ظاهرة معينة، كيف نستطيع أن نتعامل معها؟ هذا الواقع لا يطرح إلى حد في حدود علمي، وعلمي ليس واسعا كثيرا في هذا الأمر، لا يطرح الواقع بين شبابنا، لا يطرح في جمعياتنا، لا يطرح في كتاباتنا، في كتبنا، وإنما نقول العولمة خطر يجب أن نواجهه. كيف نواجهه؟ نتوقف الواقع عند هذه النقطة أكثر ما هنالك، نذكر بعض النماذج العولمة مثل مقاطعة شركة كوكاكولا أو مقاطعة ماكدونالد أو سواها من الرموز التي تشير ليس إلى العولمة فقط، هي تشير إلى قوة اقتصادية معينة موجودة داخل بلاد. من يمنع الواقع أنك أنت تنشئ قوة اقتصادية بالمقابل للوجبات السريعة، ولكن بشكل أفضل ومدروس يراعي خصوصيات ثقافتنا في بلادنا. أحد الأساتذة، هذه لا آتي بها من عندي، أحد الأساتذة، يعني للأسف أنا فعلا أنسى كثيرا، نسيت اسمه، هو من كبار المتخصصين في المجال الصحي وأحد العاملين في المنظمة الصحية الدولية، مسؤول عن قسم الشرقين الأدنى والأوسط كما يسمونها تجنبا لكلمة البلاد العربية والإسلامية، هيثم الخياط. نعم، دكتور هيثم الخياط له كتاب في العولمة، قال يا أخي كما نشر لدينا الماكدونالد، نحن نشرنا الفلافل في بلادهم. وهذا ليس يعني ليس مجرد خاطرة، إنما من الناحية الواقعية إذا كنا نحن قادرين على أن ننشر صيغ أنماط من طريقة المعيشة
وطريقة الأطعمة. أنا أعلم الواقع عن كثير من المطاعم التي انتشرت في، أحيانا نتحدث في ذلك في ألمانيا، الواقع عن كثير من المطاعم التي انتشرت فأصبح يأتي إليها من أهل البلاد الأصيل من الألمان أضعاف من يأتون من الناس الذين يسمون أجانب أو شبه أجانب، هم مقيمين منذ ولادتهم في هذه البلاد، في تلك البلاد يعني ألمانيا وفرنسا وسواها، يأتون إليها. معنى ذلك نستطيع نحن بعض الأشياء أن نفرضها. تتميز هذه على سبيل المثال، من أجل أن نربطها بالجانب الثقافي أو العقدي، تتميز هذه المطاعم بأنها لا تقدم مشروبات كحولية. ونحن كنا نعلم مثلا على البلاد الألمانية بأنه لا يدخل إنسان ألماني من أجل أن يأكل طعاما إلا ويجب أن يوضع له كأس من هذه المشروبات على الطاولة مع الطعام. فجأة نجد يقبل على مطاعم أخرى. كيف نشأ ذلك؟ الواقع نستطيع أن نصنع شيئا، يعني أن نبادر إلى عمل معين يفرض انتشار ثقافتنا من خلال عمل حقيقي، من خلال مبادرة حقيقية، وليس من خلال الكتابة عن ذلك فقط. أعتقد بأن المشكلة الحقيقية ما بين فترة 30-40 سنة الماضية التي كتب فيها عشرات الكتب عن العولمة والثقافة والخصوصيات الثقافية، وبين الفترة الحالية، هي هذه المسألة بحد ذاتها، هي أننا كنا أمام جيل أنا أنتمي إليه، فإذا تكلمت عنه لدي شيء من معليش، ما في حدا من جيلي غير الأخ العربي بيتحملني. حقيقة نحن كنا فعلا نحاول أن نواجه الظواهر الكبرى، نواجه المخاطر الكبرى بكلمات كبيرة. لذلك كما ذكرت لكم قبل 30 سنة كنت أتكلم بشكل حماسي، فإذا نام الناس أيقظتهم بالصوت. يا ترى أيقظتهم بالفكرة أيضا؟ ما أدري، لعل لم أفعل ذلك. هذا ينفي كثير من الأشياء التي قدمت فيها من خلال الأخوين الذين قدموني. حقيقة ليست هذه القضية. القضية الأساسية لدينا أننا في الفترة الماضية لم نكن ندرك كيف ينبغي أن نواجه كثير من المخاطر التي واجهتنا، منها مخاطر العولمة، فكنا نواجهها الواقع بطريقة تقليدية نتوارثها جيلا عن جيل منذ بدأ الانحطاط في عهد العرب والمسلمين. الآن بدأ نوع من التغيير. أنا لا أتحدث عن ثورات الربيع العربي، هي أمر آخر قد يحتاج إلى حديث طويل أكثر من ذلك بكثير، ولكن أتحدث عن روح جديدة في جيل من الشباب. بالنسبة للثورات العربية تحرك بأشياء غير متوقعة فيما يتعلق بمواجهة الظواهر الخطيرة على أصل وجودنا